السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا اليوم لدراسة الدرس السابع، المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون الخليجية. نبدأ سويا. ذكرنا أن دول المجلس هم 6 دول. أجريت بعض الإحصاءات السكانية لدول مجلس التعاون للدول الخليج العربية في سنوات متفاوتة، وقد بيّنت هذه الإحصاءات التزايد السكاني، وهو ما يتضح من خلال هذا الجدول. في عام 1401 كان عدد السكان تقريبا 12 مليونا و500 ألف، ثم ارتفع العدد إلى الضعف في 1416، ثم وصل العدد إلى 55.5 مليون نسمة في 1439. السؤال: علل، ما هي الأسباب التي أدت إلى زيادة هذه الأعداد؟ ولعل أهم هذه الأسباب، أولا زيادة الرعاية الصحية، زيادة المستوى المعيشي، أيضا تحسن الخدمات الصحية وتوافر فرص العمل الكبيرة، مما أدى إلى وجود المزيد من الأيدي العاملة. عدد دول المجلس يتضح أمامنا. هنا المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة خليجية من حيث السكان، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، ثم دولة الكويت، ثم دولة قطر، ثم مملكة البحرين. أعداد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1439 كانت المملكة العربية السعودية تقريباً 32,552,336، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة خليجية من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة. الخصائص المشتركة التي يتميز بها سكان دول مجلس التعاون الخليجي: أول خصيصة هي الدين، يجمعهم دين واحد وهو الدين الإسلامي، وهو أبرز هذه الخصائص. ثم الأصول الواحدة، لأنهم ينتمون إلى قبائل عربية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية. أيضا اللغة، فلغتهم واحدة وهي لغة القرآن، اللغة العربية. دولهم متجاورة وتشرف على الخليج العربي، ولذلك سميت بدول الخليج العربي. يجمع بينهم تاريخ مشترك والتاريخ الإسلامي المشرق. عاداتهم وتقاليدهم متقاربة، تتشابه أنشطتهم الاقتصادية قديما وحديثا. ثم ننتقل إلى النشاط الاقتصادي. من أهم الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي صيد الأسماك كما يتضح أمامنا، الزراعة والثروة الحيوانية، النفط والثروة المعدنية، الصناعة، التجارة. النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الباقية تأثر بسبب البيئة الجافة التي تحيا فيها هذه الدول، وهي بيئة صحراوية وتخلو من الأنهار وقلة الموارد المائية، ولذلك اعتمد السكان القريب من البحر إلى صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. السكان في المناطق الداخلية اعتمدوا على رعي الإبل والأغنام وزراعة بعض الواحات الغنية بالمياه. وقد تطورت وتنوعت الأنشطة الاقتصادية بعد ذلك، بعد اكتشاف النفط، فظهرت أنشطة اقتصادية أخرى كاستخراج النفط والمعادن والصناعة والتجارة، وازدهرت أيضا السياحة. الزراعة: توسعت دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الزراعي. لماذا؟ لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، فاتخذت خطوات، منها استصلاح الأراضي البور وتوزيعها بالمجان على المواطنين، إجراء الدراسات حول الموارد المائية من أجل الاستفادة منها، إنشاء السدود للاستفادة من المياه، إنشاء المزارع التجريبية ومراكز البحوث لتحديد المحصولات الزراعية التي تناسب الأوضاع الطبيعية في المنطقة، تقديم المساعدات الزراعية والإرشاد الزراعي مجانا للمزارعين، تقديم قروض للمزارعين. ومن أهم المحصولات الزراعية المهمة والأساسية التي تنتجها دول مجلس التعاون التمور والحبوب والخضار والفاكهة، لكنها لا تكفي للطلب المتزايد، لذا نجد دول مجلس التعاون الخليجي تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية. وقد حققت المملكة العربية السعودية الاكتفاء من إنتاج التمور. الثروة الحيوانية: اعتنى سكان دول مجلس التعاون منذ القدم بتربية الماشي،
ولما أنعم الله على هذه الدول بالنفط وتحسن مستوى المعيشة، زاد عدد السكان وعدد الوافدين، فزاد الطلب على اللحوم والألبان ومشتقاتها. وبسبب تحسين الإنتاج الحيواني وزيادته، اتخذت دول المجلس خطوات تالية: أولاً، تقديم الخدمات البيطرية والعناية بالحجر الصحي واللقاحات. 2، تحسين السلالات. 3، تقديم الدعم للمشروعات المتخصصة في تربية الحيوانات والدواجن. ولكن بالرغم من زيادة الثروة الحيوانية، إلا أنها لم تكفي حاجة السوق. لماذا؟ بسبب ارتفاع معدلات استهلاك اللحوم، وهو ما اضطر دول المجلس إلى استيراد ما يسد الاحتياج من اللحوم والماشية من دول أخرى. صيد الأسماك. يقول الله جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقد كان صيدها من أهم مصادر الدخل لسكان المناطق الساحلية، إذ يشتغل بها معظم السكان في تلك المناطق. وبعد ظهور النفط وتحسن الحالة الاقتصادية، قلت أهمية حرف الصيد لدى السكان، وحلت الطرق الحديثة للصيد، وأنشأت شركات متخصصة فيه، وتم وضع أنظمة وقوانين للصيد البحري بجميع أنواعه. ثم النفط والثروة المعدنية لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية كبرى بين دول العالم. لعلنا نذكر أن المملكة العربية السعودية أقوى اقتصاد في العالم، فيها من مجموعة 20، بسبب قوتها النفطية. وقد كان لظهور النفط أثرا كبيرا في تغير حياة سكان دول مجلس التعاون، كما أن فيها بعض المعادن الأخرى مثل البوكسايت، الفوسفات، الذهب. واستثمارا لهذه الثروات، رسمت دول مجلس التعاون خطط تنموية شملت جميع نواحي الحياة. الصناعة، وهي تحويل المادة الخام من صورتها الأولية إلى صور أخرى، ومن العوامل التي ساعدت على تطوير الصناعة توفر المواد الخام وتوفر مصادر الطاقة، وجود رأس المال، التشجيع الحكومي المستمر، توافر البنية الأساسية واكتمالها، استعمال التقنية الحديثة، توافر النقل والمواصلات، توافر الأيدي المدربة العاملة، كثرة الأسواق. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى التكامل فيما بينها لوجود مقومات النمو الاقتصادي فيها. إلى هنا انتهى درسنا. أدعو الله لكم بالفهم والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.